مسيحي قبطي ليبراليين والإخوان المسلمين سياسي اشتراكي شيوعي الأقباط المعتدلين حزب الكنبة ومحسوب على الطوار السلفي. احنا سألنا المصريين دول عن رأيهم في الواقع بتاعنا النهاردة. الموضوع الأولاني هو الحصول على مكتسبات من خلال الثورة، يعني مع الثورة قلبا وقالبا لجأنا إلى الثورة. الثورة ليست الأصل، هي مطالب ما بتتحققش غير بالثورة، بس ما ينفعش ده يبقى الأسلوب في كل حاجة. هي حررت الناس، لكن أنا مختلف مع تسميتها بثورة. واللي كان بيظن أن الثورة دي هي اللي جابت الخراب، لا هو كان جاي. والموضوع الثاني هو التوجه الديني. الاتجاه الديني أو كل الحراك اللي حاصل دلوقتي حاجة إيجابية جدا. إحنا الإسلام بتاعنا من أعظم الديانات ومؤمنة بيه بكل الطرق، لكن اللي مش مؤمنة بيه هو تداخل السياسة مع الدين. سياسة من الدين ودين من السياسة. مش عايزة أن أنا أبص ألاقي أن الشعائر الدينية بتفرض عليا بقوة الحاكم، والأمر ده يعني فطري. الاتجاه الديني هو شيء متأصل في المجتمع المصري بمسلمي ومسيحيين. مصر دولة فيها مسلمين ومسيحيين، وممكن يبقى فيها ملحدين، ممكن يبقى فيها بهائيين. يعني أنا أفضل أن احنا نكون كلنا مصريين، ويجب بوضوح فصل الدين عن السياسة وليس عن الحياة. المصريين مش شكل واحد ولا لون واحد، على الوش بنبان مختلفين، وكل واحد فينا برأي واتجاه. ده جزء من الحقيقة، بس مش الحقيقة كلها. جزء تاني من الحقيقة بيبان لما بنسأل نفسنا هو ليه كل واحد بيجري في اتجاه، والجواب بيكون لأن كل واحد بيبقى معتقد أن الاتجاه ده هيوصله للي هو عاوزه، للي بيحلم بيه. بس هل يا ترى المصريين أحلامهم لمصر مختلفة كده؟ أحلم بمصر اقتصادها قوي، مصر اللي هي بتشتغل بكامل طاقتها، تدار مواردها لمصلحة الأغلبية الكاسحة من الناس، بتفرض إرادتها السياسية، فيها ديمقراطية، فيها طيارات سياسية بتحترم حق الآخرين في الرأي وفي الاختلاف. تفرقة أنت مسيحي ولا مسلم، أنت لونك إيه، أنت توجهاتك إيه. عدد الفقراء الرهيب اللي في الشارع دوت يقل، يبقوا الفقراء أقلية في البلد. حلمه إن الفقير ياخد حقه، مش عايز أشوف الفقر، يبقى فيه تعليم متميز، يبقى فيه عدالة، كل الناس قصاد القانون سواسية. بحلم بحاجتين أساسيتين، سيادة القانون والعدل. لو حصل خلاف بيني وبين رئيس محكمة نبقى قدام القانون واحد. لما بنتكلم عن أحلامنا اللغة بتتغير، والمسافات اللي بيننا بتضيق. احنا مختلفين صحيح، لكن أحلامنا شبه بعضها، وده جزء تاني من الحقيقة. بس في كمان جزء. ايه اللي ممكن يحصل لما ليبرالي ومسيحي وشيوعي ومسلم واشتراكي وحزب كنبة وغيرهم، ويعني احنا بقينا كتير قوي الحقيقة، يعني يقعدوا مع بعض ويتكلموا؟ حد هيقول لي ما هم بقالهم 18 يوم بيتكلموا، يعني في او قعدوا 18 يوم يتكلموا والنتيجة كانت اللي احنا شايفينه. هنقول لا، دلوقتي بعد الثورة اصبح الوضع مختلف تماما. هنعرف اكتر عن تجربة مهمة جدا زي ما احنا شفنا جزء منها، وهي اصوات مصرية، من خلال صاحب فكرة هذه التجربة وضيفنا دلوقتي، وهو الاستاذ هشام الجمل، استشاري تنمية بشرية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. جت الفكرة دي ازاي؟ وكلمنا اكتر عنها. هي الفكرة ابتدت بعد ما الثورة قامت على طول. احنا في الشغل بتاعنا بنستخدم مهارات من حاجة اسمها الريليشنشيب كوتشنج، او اللي هي حضرتك اصلا مجالك ايه؟ انا مجالي تنمية بشرية. تنمية بشرية، مالكش علاقة بالاعلام خالص؟ لا، ماليش علاقة بالاعلام خالص. اوكي. فاحنا في المجال بتاعنا بنستخدم مهارات مرتبطة بالموضوع بتاع الريليشنشيب كوتشنج ده. والحقيقة لما بنستخدمها في شغلنا بنلاقي ان هي بتجيب فرق كبير قوي مع الناس، وبتعمل معاهم فرق، وبتخليهم يشوفوا الامور من شكل مختلف. لما قامت الثورة وابتدت المشاكل تحصل والاستقطاب والخلافات والتوترات اللي بين الناس، قلنا طيب ما نحاول نعمل التجربة دي مع الناس في الاتجاهات السياسية المختلفة، نحاول نجيبهم نخليهم يشوفوا بعض ويتكلموا مع بعض، ونحاول نقرب من وجهات النظر دي، أو نحاول نقلل من حدة الاستقطاب. فده اللي احنا عملناه، وده اللي احنا طبقناه في التجربة بتاعة أصوات مصرية. هايل. كان اولا المعيار ان هو، او يعني التجربه كانت ان هي يبقى فيلم زي دوكيو دراما، فيلم تسجيلي وثائقي درامي شويه برضو. هي التجربه نفسها هي عباره عن ورشه عمل بنعملها على مدار يوم كامل. يعني احنا كان هدفنا في الاول الحقيقه ان احنا نعمل ورشه العمل دي ونعممها، يعني نخلي ناس كتير تعدي بيها. انما لقينا انه الانتشار هيبقى اكبر بكتير كمان لو خدنا منها
استقطعنا ربع ساعة أو 10 دقائق نحطهم على اليوتيوب يقوم عدد أكبر من الناس يشوفوه. فالتجربة نفسها يوم كامل وبنعدي فيه بالتجربة مع المجموعة كلها. هاي دلوقتي احنا شفنا مجموعة من الشخصيات، تم اختيار هذه الشخصيات على أي معيار؟ هل هم أصدقاء ولا أنتوا عملتوا انفيتيشن للناس ولا عملتوا؟ أنا عملت انفيتيشن على الفيسبوك وكلمت طبعا الناس اللي أعرفهم، كنت يعني كان طلبي واضح، أنا عايز ناس تيجي من انتماءات مختلفة، والشرط الوحيد هو أن الشخص يجي يمثل الانتماء ده فعلا، ما يحاولش يقول كلام توافقي. يعني أنا سلفي وبمثل يعني بتكلم من وجهة نظر السلفيين، أنا ليبرالي وبتكلم من وجهة نظر الليبرالي، فده كان الهدف يعني. والناس جات على الأساس ده، وكان كنت بطمنهم يعني أن التجربة هيبقى فيها احترام للأراء التانية، وأن احنا بنحاول نوصل لتوافق مش العكس. والفيلم هو مدته 16 دقيقة أفتكر؟ 15 وشوية تقريبا 16، ومتقسم لثلاث أجزاء. هي احنا عدينا بثلاث أجزاء من التجربة، التجربة فيها ثلاث أجزاء، الجزء الأولاني واخد ثيم معين، وبعدين الجزء الثاني، وبعدين الجزء الثاني. الجزء الأولاني الهدف فيه هو أن احنا نوصل للناس فكرة أنه احنا الاختلاف موجود، لكن الاختلاف ده على السطح، لما بنيجي نخش جوه المصريين أكثر بنلاقي حاجات كتير قوي بتجمعها. ده الثيم الأولاني. الثيم الثاني هو أنه كل صوت مهما يبان أنه هو مختلف ونشاز عن اللي أنت بتفكر فيه، لكن الصوت ده بيدلك على حاجة أو بيوري لك حكمة. فلو إحنا بطلنا نشوف بعض وابتدينا نسمع أصوات بس، بنلاقي حكمة وراء كل صوت. ده كان التجربة الثانية. التجربة الثالثة اللي هي مصر الصغيرة ومصر الكبيرة، أن إحنا مقسمين مصر تقسيمة وهمية، الليبراليين عندهم العالم بتاعهم، الإسلاميين عندهم العالم بتاعهم، المسيحيين عندهم العالم بتاعهم، والتقسيمة دي وهمية. فمصر الصغيرة موجودة لأن احنا عندنا الانتماءات المختلفة دي، لكن مصر الكبيرة أهم. فإزاي نقدر نكسر الحدود الوهمية اللي بين مصر الصغيرة بتاعت الليبراليين والإسلاميين والمسيحيين؟ إزاي بقى عملتوا إيه؟ هو ده طبعا باين في التجربة، إنما هي الفكرة إن أنا بأدعو الناس اللي هم عايشين في مصر الصغيرة بتاعت الإسلاميين مثلا، إن هم يروحوا يزوروا مصر الصغيرة بتاعت المسيحيين، وهم هناك يبقوا عاملين زي السياح. يعني انت لما بتيجي تروح تزور بلد انت ما بتخشش قوي في قوانينها وما يهمكش قوي الدنيا عامله ازاي، بس بتتفرج وبتسمع وبتشوف حاجه بتعجبك بتاخدها معاك وانت راجع. فبقول لهم روحوا زوروا الارض دي سياحه، نسمع الناس هناك عامله ازاي، ونشوف الناس هناك بتفكر ازاي، ونحس بيهم شويه، ونرجع ارضنا تاني بعد كده. فدي كانت الفكره ورا التجربه يعني. هاي الفيلم اتحط اونلاين من 4-5 ايام، من 4-5 ايام، وجاله لحد دلوقتي حوالي 8000 مره مشاهده يعني. هايل. ده حاجه فظيعه جدا يا رب. والله هو الهدف ان هو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، لانه زي ما انت شايف اليومين دول الاستقطاب شديد جدا، والخوف عند ناس كتير قوي عالي، لكن جنب ده في كمان حاجات احنا بننساها، فالفيلم بيحاول يفكرنا بالحاجات دي. هايل. ودلوقتي الرد الفعل بتاع الناس يعني بتاع المشاهدين سواء على الكومنتس اونلاين او حتى مباشره يعني كان رائع يعني. الناس اولا ناس كتير قوي بتقول هو ده اللي احنا عايزينه، ناس كتير قوي بتقول انا بعده ده اللي كان بيعجبني قوي، بقى ناس كتير قوي بتقول بعد ما اتفرجت على الفيلم ارتحت، لان الناس مشدوده بحقيقي وعايزه حاجه تطمنها. فالفيلم بيفكرنا بان الحاجات المشتركه اكتر بكتير قوي من الحاجات المختلفه اللي بيننا وبين بعض. هو ليه الناس مشدوده؟ لان كل واحد خايف. الخوف لما البني ادم بيخاف بيحصل حاجتين، الحاجه الاولانيه بيشوف أسوأ ما في اللي قدامه، والحاجه الثانيه انه بيضرب السيء ده في 10. فكل واحد بيخاف من حاجه بيبص بس على الجانب السيء اللي فيها، وبعدين يضربه في 10 فيشوف الدنيا بتاعته ابتدت تتلخبط، والخوف يوري له صوره مش حقيقيه خالص عن الواقع. ودي واعتقد ان طبيعه انسانيه يعني. طبيعه انسانيه، وبعدين جزء من التجربه بتاعتنا. احنا بقالنا سنين طويله ما بنتكلمش وما بنعبرش، فلما بنطلع لاول مره نعمل ده مش بالضروره نكون بنعرف نعمله صح قوي. صحيح، وده طبيعي جدا يعني. طيب حضرتك قلت في الاول ان انا كان قصدي او انتوا قصدكم من هذه التجربه ان انتوا تعمموها بعد كده تبقى ورشه عمل مستمره، هل ده فعلا هيحصل ولا لا، ولا هي انتهت عند الفيلم ولا لا؟ انا حابب قوي ونفسي ان احنا ننشر التجربه دي على مجال اكبر، والناس اللي حابه ان هي تاخد الادوات اللي احنا بنستخدمها دي والطرق دي وتستخدمها في شركاتها او في المؤسسات اللي هم فيها او حتى في المجتمعات او الاحزاب، انا هبقى حابب قوي ان انا اعمل ده. ده جزء من دوري برضو تجاه المجتمع بشكل عام، ان احنا ما عندناش قدرة اننا نساهم بفلوس كشركة، لكن انا دوري ان انا ادي العلم اللي عندي للناس. هي. طيب والمتوقع بعد كده يعني حضرتك قلت ان في اصوات مختلفة، وهو دي كانت اصلا فكرة الفيلم الاصوات المصرية،
بغض النظر عن الفيلم وعن التجربه وعن ورش العمل، يعني هل شايف ان في الاخر ممكن بقى على ارض الواقع فعلا ان في ارضيه مشتركه تجمع كل هذه الاصوات لبناء مصر مستقره وحديثه؟ وانا شايف كده، وشايف الناس برضو في الفيلم، لما الناس هتشوف الفيلم الكل اجمع على حاجه واحده، ان احنا عندنا ايمان انه ان شاء الله كل حاجه هتمشي كويس. انا متفائل جدا وشايف انه ان شاء الله ده هيحصل، يعني طبيعي اللي بيحصل. هي النوايا لطيفه، النوايا الحسنه كويسه اكيد، والتفاؤل مطلوب، لكن على ارض الواقع بقى بس على ارض الواقع ده. يعني في ناس كتير ابتدت تتحرك احنا ما كناش بنشوفها قبل كده، يعني احنا ما كانش لينا اي دور في المجتمع قبل كده، لما الثوره قامت بقى لينا دور، ناس كتير قوي حبت تساهم وحبت تشارك، والانتخابات ورت ان المصريين مش قاعدين في بيوتهم خلاص، ابتدوا يتكلموا وابتدوا يعبروا عن رايهم، فالدنيا ماشيه في اعتقادي في الاتجاه الصحيح. هتاخد وقت شويه يعني، بس الناس تصبر. طيب احنا خلينا نشوف اولا، اصوات مصريه موجوده على اليوتيوب، نكتب اصوات مصريه هنلاقيها، اصوات مصريه صح موجوده على اليوتيوب، بس برضو للساده المشاهدين دلوقتي نشوف جزء تاني من الفيلم ونرجع تاني على طول. توه مننا وسط زحمة المصالح والجري شمال ويمين، والحل احنا لقينا صوت برضو بيطلع من جوانا، ممكن يفكرنا لما ننسى وينبهنا لما نبعد. احنا سألنا المصريين دول لو مصر اتكلمت على لسانهم هتقول ايه. انا من اقدم الحضارات في الدنيا، بلد عاشت 7000 سنة ومرت عليها عصور كتير وتجارب ومحن وحروب واحتلال وفترات ازدهار اقتصادي، انها محتاجة ترجع مصر العظيمة دي من زمان، والطريق لده هو مشاركة الشعب كله. مصر شايفة دلوقتي اطياف كتيرة متقسمة متشرزمة، وكل واحد بيدور الى حد ما على مصلحته، وفي نفس الوقت عايزة الناس اللي بتطالب بحقوقها تشوف واجباتها. يا اتجاهات مختلفة، من فضلكم تكتفوا وحطوا مصلحة مصر فوق أي مصالح شخصية وفوق أي اتجاهات وفوق أي اعتقادات. ياريت لما نختلف ما نخونش بعض، ونقول اللي مشي في السكة دي يبقى هو اللي صح، واللي مشيش ده يبقى خان دم الشهداء وشق صف الثوار وباع القضية. خلينا دايما ندور على المساحات اللي احنا بنتقابل فيها، في مكان لكل واحد مع اختلاف كل حاجة، مع كل الاختلافات دين أو لون. خوفنا أن اللي هيوصل الأول هو اللي هيفضل قاعد على الكرسي، لا، ولادي أو الشعب المصري عرفوا التحرير. هقول للولادي وشعبي ما تخافوش، ما تخافوش من الحرية، ما تخافوش من الشمس اللي طلعت عليكم فجأة، ما تخافوش من السماء ممتدة ملهاش حدود. أنتوا تعودتوا تعيشوا في سجن، مهما السجن دوت كان ذهبي لشوية منكم، إنما الطبيعة اللي ربنا خلقها لكم أفضل بكتير جدا جدا من السجن اللي انتوا كنتوا عايشين فيه. الحقيقة بتختلف حسب احنا بندور عليها فيه، لو بصينا برانا هنلاقي نفسنا مختلفين. ده الجزء الثاني اللي هو